السلام عليكم. ناس كتير قوي تبقى شايل هم الرزق، شايل هم بكره، يا ترى بكره هيكون في ايه، يا ترى الشغل اللي انا فيه هيفضل زي ما هو ولا لا، يا ترى يا ترى يا ترى. وبننسى حاجه مهمه جدا، ان ربنا هو اللي بيرزقنا، ربنا هو اللي بيكتب لنا الارزاق في الدنيا. زي ما ربنا كتب لنا رزقك ان انت تيجي اصلا في الحياه، ده برضو رزق، زي ما رزقك باولاد، زي ما رزقك بصحه، رزقك بالمال. تفكيرنا كله في حدود الرزق بيجي في موضوع المال تحديدا، وبننسى ان في حاجات كتير قوي موجوده حوالينا وهي من الرزق. صحتك من الرزق، اهلك من الرزق، ولادك من الرزق، اصدقائك من الرزق. فبالتالي نركز على المواضيع دي كلها. ربنا سبحانه وتعالى قالك وفي السماء رزقكم وما توعدون، يعني ربنا هو وعدنا بالرزق، الرزق ده بتاع ربنا. ما نشيلش هم بكره ونخاف. ناس كتير قوي بتخاف ان ولادها لما تكبر ما تلاقيش فلوس تصرفها، فبالتالي بيحوشوا فلوس وبيفضلوا يشتغلوا طول عمرهم ويخلوا عندهم فلوس اكتر واكتر واكتر ويخلوها لولادهم. بس انت مش ضامن ان الفلوس دي ولادك ياخدوها. ما تيأسش من رحمة الله، ربنا خلقهم لسبب وهيرزقهم لسبب، بيك من غيرك هيرزقهم. بس اهم شيء انت مع مين؟ هل انت مع ربنا ولا انت مع الفلوس؟ هل انت تفكيرككله داخل في الفلوس؟ لو تركزت كل تفكيرك في الفلوس هتلاقي نفسك بتجري 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 بتتعب. نقول الحمد لله على كل شيء، على كل رزق ربنا بيديهولنا، ونآمن ان ربنا قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. فرزق ربنا موجود ليك وليا من قبل اصلا ما نتولد. اشوفكم على خير.